قد يكون الحديث هو سياسي عسكري في نفس الوقت، ولذلك نقول أن لدينا جيش وطني وهو أحق بأن يمارس هذه السلطة قبل أن نلجأ إلى أي منظمات دولية، ما دامت السلطة الشرعية يعني تغض الطرف ولمدة 5 سنوات عن ما يجري في هذه المناطق. وأعتقد أن الجيش والشعب لابد أن يكون لهما تحرك ملموس، لأن الإرادة الجيشية أيضا لابد أن تكون مسنودة لإرادة شعبية. وأنا أدعو هنا إلى أن يكون هناك خروج للتظاهر في هذه المناطق لتمكين الجيش وقوة الأمن من ممارسة وظائفها الدستورية والقانونية، وأن يكون أيضا لخفر السواحل نفس الوظيفة التي كفلها له الدستور والقانون. ولكن نبدأ أولا أن نوجه خطابنا بوصفنا مراقبين للأحداث، بأن على الحكومة وعلى مؤسسة الرئاسة أن تعي بأن السنوات 6 التي مضت كفيلة بأن تجعل من موقفها بما إذا استمرت في ذلك هو ارتهان، والارتهان سيدفعها إلى المحاكمة. يجب أن يعني سيخضع هؤلاء إلى المحاكمة والخيانة، والتاريخ لن يرحمهم. على القوات المسلحة أن تمارس حقها متى ما وجدت أن هنالك اختلالا سياسيا، وهي يعني هي التي تحمي وهي التي تنفذ القرار السياسي في أي دولة في العالم.